طبعا مشاهدينا انتم ما بتعرفوا المزادات كثير حلوه، لانه دائما مثل ما يقولوا بحصروا فيها خيول لقطه، الخيول اللي بتكون موجوده فيها بيكون لها انجازات، بتكون من دماء نقيه. راح نرجع على مزادات الخيل، وهذه المره في السعوديه وفي الجنادريه كان في مزاد للامهار، كان متواجد اكثر من 500 راس مهر. اذا حابين تتعرفوا على الاجواء اكثر خلينا نشوفها سوا بهذا التقرير. حقيقة المزاد ناجح مع كل المعايير، وخاصة النوعية خذت حقها الصراحة. بيع من شوي رقم الولد كريلين 1,150,000، وبيع 300، وبيع 400. والحقيقة النوعية دائم تفرض نفسها على السوق. أنا أقول المزاد ناجح، والخيل الحمد لله يعني وضعها طيب عام يعني، فالمنتجين أطمنهم يعني خيل اللي يحرص على النوعية ويحرص على خيل طيبة يتأكد إن بغى يبيع في المزاد أو بغى السبق فهو إن شاء الله على خير. والله سيدي صاحب السمو الأمير سلطان محمد وسيد الأمير فيصل بن خالد يعني خذوا زبدة المزاد الحقيقة. يعني سيد الأمير سلطان طعم شاري حوالي 7 روس نوعية يعني حقيقة، وصاحب السمو الملك الأمير فيصل اليوم أخذ برضو حصان 1,150,000. يعني هذه اسطبلات كبيرة تبحث عن النوعية، تبحث عن الخيل الطيبة. فالحقيقة أهنيهم على الخيل والله يفرحهم فيها إن شاء الله. عدد الخيول المشاركة بالمزاد حوالي 483 أو 84 مهر وحوالي 15 ربكة. في بالمزاد في اليوم 80 حصان، وعم نبيع سنة أعلى نسبة الحقيقة بالبيع بالمزادات كلها اللي عملناها. فزي أمس مثلاً بعنا 60% من الخيل اللي عرضت بالمزاد، وأول أمس بعنا 50%، وأول يوم 33%. والحمد لله السنة المزاد محسن شوي عن السنة الماضية، لأنه الأحوال الاقتصادية إجمالاً ما كثير منيحة، لكن بالنسبة للخيل والمزاد الحمد لله بألف خير. وهلأ اليوم باع عنا أغلى حصان يمكن من شي سنتين لليوم حوالي 1,170,000 ريال أو 1,100,000 ريال، وباع غيره ب350 و370، وأمس نفس الشيء كمان. دماء خيل منيحة، وفي خيل جاي كثير من برا، يعني مثلاً اللي مباع ب1,100,000 الشبوة حق الفحل حق أبوه الآن في أمريكا 150,000 دولار الشبوة حقته، بس هذا اللي انباع بمية. بس طبعا يلي عنده المهر شرى الأم من حوالي سنتين، فمن سنتين ما كان غالي كثير هذا كارلن، لأنه الأب اسمه كارلن، ما كان غالي كثير. بس بما أنه جاب أولاد كثير منيحة بأمريكا صار هلأ شبوته 150,000 دولار. بلا شك أهميته تكمن في هذا المجتمع الكبير المرتبط فيه، وأنبنى هذا المجتمع بناء على أسس وقواعد كانت قائمة من 4 عقود أو أكثر. الآن الفروسية السعودية ضامة شريحة كبيرة من أبناء هذا البلد، وأصبحوا أعدادهم بالألاف، وهذه سياسة اللي انتهجتها القيادة السعودية في ظل ال4 عقود الماضية، بنت على أساس أنه يكون هنالك مهنة لابن الوطن. الآن أنا سعيد جدا بالتداول اللي حاصل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، على غرار ما نسمع في بريطانيا الآن واللي هي ضامها مئات الآلاف. الآن المملكة العربية السعودية تخطو خطوات جبارة في ظل القيادة الحكيمة. الآن الفروسية وبكل فخر وبكل شرف أقول أنها أصبحت رافد اقتصادي لكثير من الأسر، وأتمنى في الوقت القريب بإذن المولى عز وجل نشوف أن هنالك تطور ملموس في مختلف ميادين المملكة، وهنالك يعني اهتمام من قبل القيادة لصالح المواطن. الفروسية هذه وجدت لصنع فرص وظيفية لأبناء البلد. شاركنا براسين وتم البيع، والحمد لله الأسعار إن شاء الله أنا مرضية. بعنا واحد على ما قارب 50،
تبونه بالضبط عاد 50 والثاني ب 103. احنا اول سنه نشارك، بالنسبه لي انا اول مره اشارك، ففي امور استفدتها انه اتخطاها بالمشاركات. صراحه الاسعار المزادات الماضيه اشوفها للاقل بصراحه، وافضل للي ناوي يشتري خيل يدعم الاسطبل. بالنسبه للاسعار نازله حيل حيل، يعني احنا الاسعار الحين اللي حصلها اللي هي 100 كانت اول دبل، يعني 200 شوفها نزلت حيل بصراحه. هي افضل للي يشارك بالسباقات يملك خيل، بس صراحه ضد المنتجين صراحه بالنسبه للاسعار هذه. واشوفها للملاك اللي بيشاركون جدد صراحه الله يحييهم، بالنسبه للمزاد صراحه راح يحصلون خيل نوعيه ممتازه.